الحقيقة القولون العصبي مشكلة شائعة جدا بيواجهها كتير من الناس، وبيوت كتيرة جدا بتواجه المشكلة دي. بسببها بيعانوا من آلام، بتصل إلى آلام شديدة في البطن، اضطرابات هضمية، وده بيخليهم يتجنبوا في بعض الأحيان الأشكال معينة من الأطعمة، بيخافوا إنها ممكن تزيد من أعراض ومتاعب القولون العصبي. كتير من المرضى ما يكونوش عارفين ازاي يوازنوا ما بين الاكل اللي بيحسن صحتهم والاطعمه اللي ممكن تزيد من معاناه القولون. عشان كده هنعرف كل التفاصيل عن القولون العصبي معانا عبر زوم دكتور هاني جبران استشاري التغذيه العلاجيه، عشان نناقش معاه ونعرف منه ازاي نقدر نتغلب على هذه المشكله ونقدر كمان نستفيد من نصايح غذائيه مهمه لمساعده مرضى القولون العصبي. صباح الخير عليك يا دكتور. طبعا نور يا فندم، واهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك. في البدايه خلينا نعرف ايه هي الاطعمه اللي لازم مرضى القولون العصبي يبعدوا عنها خالص. كويس. القولون العصبي يعني اول حاجه ايه؟ القولون العصبي جايه من قولون عصبي، يعني جايه من الاعصاب، يعني التوتر. معظم الناس اللي عندها توتر واللي عندها مشاكل أول حاجة بيحسوا بيها يقول لك أنا عندي انتفاخ وغازات. إيه اللي بيحصل؟ بيبقى القولون العصبي غازات وانتفاخات وإسهال وإمساك الاثنين مع بعض، شوية كده وشوية كده. طب إيه اللي ممكن أقدر أعمله علشان أقدر أقلل من القولون العصبي؟ أول حاجة أبعد عن التوتر. في أكلات معينة ممكن تزود وتهيج القولون قوي، دي نحاول نتجنبها. زي إيه بقى يا دكتور؟ من شخص لشخص. زي إيه؟ بتختلف من شخص لشخص، يعني واحد يقول لك الفول بياكله بيجيب لي قولون عصبي، واحد يقول لي البيض باكله، لو واخد الالبان او مشتقاتها برضه بتجيلي، دي بتختلف من شخص لشخص، بس لازم نتاكد ان انا ما عنديش مشكله مرضيه، يعني لو عندي حاجه اسمها لاكتوز انتولرانس، يعني اللي هو مشاكل في هضم اللبن، بعد ما اشرب كوبايه لبن او اي حاجه فيها لبن هيزيد. كمان لو حاجات اللي فيها الدهنيات كتير ممكن برضو يحسسني بالانتفاخ والقيء وعدم والتعب على طول. عشان نتجنب الحكايه دي حاول نعمل بقدر الامكان، نمره واحد نبعد عن التوتر، يعني مفيش داعي للمشاكل، حتى واحد تقول لك انا بتخانق مع جوزي راح بطني زياده، مش قادر اخد نفسي، دي ممكن تكون من القولون العصبي. هل ناخد ادويه على طول؟ لا، لازم الاول نعرف الاسباب ايه. لو كانت المشكلة توتر دي لها علاج تاني خالص، ممكن تاخد مضاد الاكتئاب، هو ده ممكن يعالج القولون. طب امتى يا دكتور هاني، عشان دي مشكلة دايما بنعيشها في حياتنا، امتى اخد قرار انه لا لازم اروح استشير الطبيب؟ يعني كتير مننا بيتأقلم كده ويتعايش مع القولون العصبي، يتجنب بعض الاكلات، يخفف التوتر، لكن امتى جرس الانذار يقولي لا انا لازم اروح استشير طبيب واروح للدكتور؟ حلو، امتى اروح للكلام ده؟ لو الموضوع تكرر على طول باستمرار، لو حسيت ان انا مع كل توتر ببقى عندي المشكله دي، مع كل اكلات معينه باخدها برضه بيحصل لي مشكله، وممكن تكون حاجه ثانيه خالص، ممكن يكون عندي المراره اساسا. صحيح. هي ديت لما باكل اكلات فيها دهنيات كتير بيبقى حصل لي انتفاخ ووجع، فانا لازم اعمل اشعه. مين اللي يقرر؟ الطبيب المعالج الامراض الباطنه ودكتور الاشعه، يعمل اشعه يتاكد ان مفيش حصاوي في المراره، مفيش اي مشاكل موجوده اساسا في القولون نفسه، هو ديت اللي مسببه لي المشكله، وبعد كده نقدر نقول ان ده قولون عصبي او مش عصبي، وناخد العلاج المناسب، واهم حاجه نشرب ميه كتير. صحيح. ونعلى الرياضه، الرياضه والميه هيساعدوني كتير على التغلب في القولون العصبي اللي هو جاي من التوتر. طيب دكتور هاني، حضرتك قلت انه في اسباب عضويه وفي اسباب نفسيه للقولون العصبي، ايه الاسباب العضويه؟ يعني ايه اللي ممكن يؤدي للقولون العصبي؟ كويس، من الاسباب العضويه اللي ممكن تسبب القولون العصبي ان في حاجه اسمها كرونز ديزيز، ديت بتلاقي فيه عنده دايما اسهال كتير، وده مش هتبان الا لما اعمل منظار في القولون، المنظار الشرجي، عشان اتاكد ان ما عندوش اي تقرح في القولون او عندي زوايد موجوده في القولون. دي هناخدها بعد ما ناخد العلاج اللي هو العادي الاول، ناخده مره واثنين وثلاثه ولسه وما زال، يبقى نبتدي نعمل المنظار، مش اول ما يجي له واحد شويه انتفاخات اروح يقول لي اروح اعمل منظار، لا،
نحاول نشوف الاسباب العاديه اللي هي الكومن، زي ما عندنا في الطب يقول لك ايه كومن از كومن، يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي هي الموجوده، ما ندورش بقى على الحاجات اللي هي الجامده قوي وانا عندي مشاكل كبير، لا نتجرب الحاجات العاديه، وبعد كده نبتدي نخش في المنظار. لو ما لقيناش حاجه ممكن يكون الموضوع حاله نفسيه وده بسيطه جدا، وندور على الاسباب اللي العيان هو اللي هيقرر لي، يقول لي انا لما باكل حاجه معينه يجي لي غازات واندفاغات واسهال وامساك، الاثنين مع بعض، مش دايما اسهال على طول ولا امساك على طول، الاثنين وعندي انتفاخ ومش قادر اخد نفسي مع كل اكله، دوت ممكن يكون هو ده السبب بتاع القولون العصبي، ونتجنب الاكلات دي. طيب دكتور هاني، احنا من اكتر الشعوب اللي في الدنيا اللي بتشرب شاي وقهوه طول اليوم، يعني معدل يعني شربنا للشاي والقهوه كتير جدا في اليوم الواحد، هل فعلا في علاقه ما بين الافراط في تناول وشرب الشاي والقهوه والقولون العصبي؟ ممتاز، السؤال ده ممتاز جدا، فعلا زي ما حضرتك قلت يا فندم ان الـ الـ القهوه والشاي والكافيين بصفه عامه، يعني ايه؟ في حاجات بقى اللي هي المشروبات اللي هي فيها كافيين كتير، اللي هي المشروبات الغازيه دي برضه ممكن تسبب لي قولون عصبي، والمشروبات اللي هي الطاقه اللي بشوفها كتير قوي مع الاولاد الصغيرين ودي خطر جدا، ممنوع ممنوع خالص حد ياخد مشروبات الطاقه لاقل من 18 سنه، ولو حصل هيجي له انتفاخات، ودي هتبان قوي، بيقول لك انا بشرب شاي عشان اهدي القولون، لا ده ممكن يزيد اكتر، باخد قهوه يوم تهدي لي القولون برضه غلط. طب ايه هي المشروبات اللي ممكن اقدر اخدها عشان تهدي شويه من القولون العصبي اللي موجود عندي؟ مش هتصدق لما اقول لك ان الميه لوحدها، ليه؟ عشان لو عندي امساك يبقى الدنيا تبقى هاديه شويه، نشرب ميه فيها ليمون، والليمون دوت ممكن يهدي القولون عشان لو كان في بكتيريا او في اي مشاكل تهديه، ميه وليمون مع نعناع يبقى هم دول الثلاثه مع بعض، لو خدناهم ممكن يهدي القولون، يقول لك اشرب لي نعناع علشان يهدي القولون، حلو جدا، الليمون والنعناع والميه دول اساسيين. طيب دكتور، بالنسبة للفطار القومي بتاعنا الفول والطعمية، حلو حلو، هتقول لك انا مفيش احد الفول والطعمية المصريين هيزعلوا كتير قوي مننا، لا انا حتى مع قولون العصبي عيد الفول ممكن يعني يسبب قولون، العيش الاسمر العيش البلدي بتاعنا ده ممكن الردة بالذات، طيب دي هنعمل دي بتعمل لنا اسهال وكده، ايوه بس ممكن تزود لي شويه، فنحاول بقدر الامكان ناخد الحاجات اللي فيها شوفان فيها الياف اكتر علشان ما يسيبليش انتفاخ، ونقلل شويه من الفول والبيض ممكن يتعمل لي برضه، لما راح نفطر ايه؟ ناخد بقى الحاجات اللي هي ايه؟ خفيفه شويه، فاكهه، والفاكهه سريعه الهضم، مش اي فاكهه، يعني موز، ناخد التفاح يكون مهروس شويه. ايوه يا دكتور قول لنا برضو حاجه نفطر بيها، احنا هنفطر الصبح يا دكتور، احنا هنفطر الصبح فاكهه يعني لا برضو خلينا واقعيين. ايوه نفطر فاكهه وليه لا؟ احنا بنحب نفطر عشان ده اللي بيكمل معانا لغايه بعد نص اليوم. طيب هو اصل الناس بتاكل الفول علشان يكتم معاها ويكمل بقيه اليوم، ايوه ما هيكتم بطنها كمان، انا بتكلم الناس اللي عندها قولون عصبي، هل لازم؟ لا مش لازم. نحاول نجرب ندوق ونشوف، لقينا ان انا عندي قولون وجالي انتفاخات بعد ما اخد الفول، مش هاخد فول بقى يعني مش خناقه اهي، لا يبقى نجرب حاجات ثانيه، البيض، البيض المسلوق ممكن احتمال واحتمال لا، بتختلف من شخص لشخص، واهم حاجه التوتر العصبي، فهو في مشكله عنده حاول نلعب رياضه على الصبح صحيح. قبل ما نفطر لو نقدر. ناس كتير طبعا الفول ده وجبه اساسيه عندنا، بس زي ما حضرتك قلت نجرب، لانه اللي عنده مشاكل في القولون وبيحصل له انتفاخات بعد الاكل ده لازم ياخد باله ويبقى حريص جدا. حضرتك قلت لنا حاجه ذهبيه جدا في علاج القولون، وصفه كده سحريه، الميه والرياضه، الميه بس لوحدها ممكن تخفف الام القولون، وممارسه الرياضه، الشكل اللي انا بمارس بيه الرياضه ازاي وتاثيرهم ازاي على تخفيف الام القولون؟ كويس، اهم حاجه ان احنا لو بدل ما ناكل اكله واحده جامده نقسم الاكلات على مدار اليوم عشان القولون، يعني بدل ما ناخد ثلاث وجبات تقال انا اعملهم ست وجبات اكله، وانا بكميات صغيره في كل مره،
كل ثلاث وجبات على 6 وجبات يبقى حلو قوي. جميل. نشرب الميه باستمرار، مهمه قوي الحكايه دي. تاني حاجه نبعد عن التوتر، وده صعب بس نحاول نستشير الطبيب كمان علشان نتاكد ان انا ما عنديش مشكله مرضيه، مش الموضوع توتر وخلاص. والاهم من كده نحاول نبعد عن الاكلات اللي تسبب لي تهيج للقولون، وناخد فاكهه وخضار. الخضروات اللي هي من غير فيها بذور هتساعدني كتير قوي ان انا يبعد عن القولون العصبي والانتفاخ والغذاء. طيب دكتور، خليني استغل بقى فرصه ان حضرتك معانا واسالك على بعض الروشتات العلاجيه بطرق الطب البديل. فكره انه في ناس بتقول انه خل التفاح بيعالج القولون، والميه يمكن اللي هي الديتوكس اللي بيبقى فيها احيانا فاكهه او بيبقى فيها قطع من الخضروات، هل دي ليها علاقه بالقولون؟ هل فعلا بتعالج القولون؟ بصي، في ناس مقتنعه، يعني واحنا في امريكا كنا بنقول كده، في ناس عندها اقتناع كامل ان الطب البديل هو ده الطب الصح، والطب اللي احنا بنستخدمه ده الغلط. انا ما بقولوش لا، لان مش هينفع، لان مهما اقنعته هيقول لي لا ما ينفعش، انا عايز كده. هقول له حلو جدا، استمر في الطب البديل اللي انت عايزه، بس لازم اعرف ايه هو، يعني ما ياخدليش حاجه ممكن تسبب لي مشاكل. وناخد الادويه اللي مناسبه للحاله بتاعتك، لكن هاخد طب بديل بس، او هيقول اللي انا هقعد يعني خلي التفاح يا دكتور، خلي التفاح، لان في برضو ناس تانية بتقول لا ان هو مضر جدا للمعده ولجدار المعده وليه اضرار، فهل خلي التفاح فعلا، لان دي اكتر طريقه شائعه، يعني هل هو بيعالج القولون او لا؟ خل التفاح اللي هو ياخد ايه في الساحل؟ لا بصي، اللي انا عايز اقوله ان انا ما احاولش ابعد عن الطب العادي، لازم اخد الدكتور الاول عشان اتاكد ان انا ما عنديش مشكله مرضيه. لان لو عندي كرونز ديزيز، تقرح في القولون، هيسبب لي مشاكل دوت مهما خدت اي ادويه. لازم اعرف الدكتور المناسب وناخد العلاج المناسب. تمام. هل ممكن ناخد حاجات بديله؟ ممكن ناخد ملينات او اخد مسكنات او اخد اي حاجه؟ ممكن، بس في حاجات معينه اللي هيساعدني عليها الدكتور هيقول لي ايه اللي ناخده وايه اللي ما ناخدوش، علشان ما احسش بالتعب ويجي لي مشاكل اكتر من اللي عندي. طيب دكتور، في حاله متقدمه امتى بيتم اللجوء ل استخدام منظار القولون؟ وده منظار بيبقى كاشف جدا لحاله القولون، خصوصا لو في اي زوائد على القولون، او لا قدر الله اشتباه مثلا في يعني اورام سرطانيه، لان يعني في ناس بيبقى عندهم الاورام دي لا قدر الله وهم مش واخدين بالهم، فامتى الجا لمنظار القولون على صعوبه اجراؤه؟ كويس. الحاجات ديت لو انا عندي مشكله، اول لو لقيت ان الموضوع القولون العصبي متكرر ومعايا مدة طويلة، ومهما خدت علاجات من العادية اللي احنا بناخدها علشان تقلل الغازات والانتفاخات، وبرضو المشكلة عندي اسهال على طول بصفة مستمرة ومش عايز يقف، دي نبتدي نروح لدكتور متخصص امراض جهاز هضمي والمناعة، علشان هنبتدي نعمل منظار شرجي عشان نتأكد ان مفيش لا سرطانات ولا زوايد ولا تقرحات جوه القولون. كل ده هل في مشكله؟ مشكله، بس له علاج. وعلاجه سهل قوي على فكره، وبقى الطب اتقدم جدا، وهنبقى عندنا نبقى نخف وما نرجعش تاني. بس لازم نتاكد ان هو موجود عندي الاول. نتاكد ازاي؟ بعد ما نحاولش نتاخر كتير. نجرب الادويه بتاعتنا اللي يعني الكشف المبكر او اجراء المنظار على القولون مبكر، ده مهم جدا، حتى بينصح ليه للناس اللي فوق ال40 او ال50 ان هم يعملوا منظار قولون. ده يستحسن فوق ال50 سنه، ولو بيشتكي، مش اي حد فوق ال50 سنه. لو عنده مشكله نعمل منظار قولون علشان نتاكد ان مفيش اي تقرحات، وناخد العلاج المناسب ونخف على طول باذن ربنا. طيب دكتور، في عايز اسالك على فكره غسيل القولون، في حاجه اسمها كده اولا، وتاني حاجه في ادويه بنشوفها طول الوقت بيتعلن عنها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقه بفكره تنظيف القولون، وانه القولون لما الادويه دي بتساعد على حتى فقدان الوزن، هل الادويه دي سليمه؟ وهل فعلا في حاجه اسمها غسيل القولون؟ كويس. غسيل القولون حضرتك ده بتقوليه حلو، واللي موجود على النت، اي حاجه موجوده على النت يا ريت ما حدش يسمعها. مفيش حاجه اسمها نعمل غسيل قولون ولا اخد قهوه تنزل لي القولون والكلام ده كله. انا كده اللي باخده دوت ازاي هيبقى زي شاي الرجيم،
هنزل كل حاجه الحلو الوحش، خصوصا في بكتيريا النافعه اسمها بروبايوتيك ديت برضو مهمه جدا ان انا تساعدني في حركه وتنظيم حركه القولون. لكن انا هبتدي اخد من دماغي، لا هل اغسل القولون والكلام ده كله؟ لا، لان في القولون فيه بكتيريا ضاره وممكن في بكتيريا نافعه. لو عندي بكتيريا ضاره كتير ولو خدت انا باخد لها المضاد الحيوي المناسب ودوت هناخدها عن طريق الايه الموجود عن طريق الدكتور الفكره يا دكتور. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور هاني جبران، شكرا جزيلا لحضرتك طبعا استشاري التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا ليك. معلومات مهمه جدا لمرضى القولون، الميه والرياضه زي ما قال دكتور هاني جبران.